يا جماعة إذا بدكم إذا حابين هلأ بطلعكم كلياتكم. اطلعنا وكيف بقى؟ إذا عمي المختار بيوافق يعطيني بنته هلأ بتطلعوا كلياتكم رغما عن أنفه لأبو نادر. لنفترض وفاة، كيف بدك تطلعنا؟ عمي القانون صنعتي، ما في بالقانون لنفترض، بتقول آي هلأ بنقرفع تحت العفوفة وبيخلو سبيلكم شو؟ وافق وافق مختار وافق، والحشقة إذا لزقوها فينا للتهمة ليبعتونا كلياتنا على العاصمة قعدة. وافق شو فارقة معها؟ مختار لك استفيد منه طالما فيها فايدة شباب. قبول معناتها نقرا الفاتحة. يلا مبروك لصدقكم. الله يبارك فيك سهري. مبروك. الله يبارك فيك وان شاء الله بنربطكم يا عبد الرحمن. شبك انت عصر.